وشوشة. انا اتعرض عليا يعني اتعرض عليا بعد كده اقدم نوعيه برامج تانية، حاجات بقى بتاعه الستات، او من بعد الثوره يمكن بشويه قالوا ممكن تيجي تقدمي فقرات سياسيه صغيره. وقتها قلت لهم المشرحه مش ناقصه قتله، يعني كل الناس طالعه بتتكلم في السياسه و90 مليون بيتكلموا في السياسه. انا بحب الفن جدا وبحب السينما بشكل شخصي بشكل كبير جدا، وبشوف ان هي حاجه مهمه قوي قوي قوي. ومصر السينما وتاريخها الفني كبير، بنجومها بكتابها بادبائها برسامينها بالموسيقيين بالمخرجين. ما ينفعش يوصل للمرحلة دي، ما ينفعش في دول تانية جنبينا بيفكروا في مواضيع أهم، بيشاركوا في مهرجانات وبياخدوا جوائز وتمثيل يعني أنا بعمل مهرجانات كتير قوي، يعني من إحدى المحطات المهمة في حياتي هي محطة المهرجانات. يعني أنا مش بروح المهرجان مجرد أعمل لقاءات مع النجوم المصريين اللي موجودين هناك، لا، أنا بحب أما أروح مهرجان الأهم إن أنا أعمل لقاءات مع الأجانب وأعرف هنا في مصر مين دول بيعملوا إيه. ده مهم جدا، وطبعا تعملي مع نجومنا المصريين الكبار هناك، ولكن في المقام الاول انت بتعملي مهرجان، فلازم تدي كل اللي موجود على الترابيزه للمشاهد المصري هنا. بشوف الافلام اللي بتشارك، بشوف النوعيه، بشوف المواضيع، بشوف الكواليتي، بشوف التمثيل. انا بحب الفن قوي قوي، وبتضايق جدا من اي حد يهينه او مجرد ان هو يفتكر ان الفن ده شيء ثانوي. لا، هو مش ثانوي على فكره خالص. الدوله كانت زمان متحكمه في كل حاجه ليها يعني ليها علاقة بالصناعة دي، وبلوم على الدولة وعلى المسؤولين انهم لازم يهتموا اكتر، لازم يرجعوا مرة تانية ويحطوا ايدهم على ده. انتاجنا لازم يكون اكتر، مواضيعنا لازم تكون اكتر. مش لازم كل حاجة نقتبس من برة ونمصر الفيلم، احنا عندنا قضايانا اللي تملى صلاة العرض، عندنا مشاكلنا الكتير، عندنا نجوم وعندنا ناس شباب كتير جدا، حتى كان مش لازم يكونوا سوبر ستارز ومعروفين، في ناس كتيرة قوي موهوبة ولكن مش متسلط عليها الضوء. الوم برضو على الصحافة انهم بيسلطوا الضوء بس على السوبر ستارز، لا، لازم كمان نطلع وجوه شابة جديدة ونطلع ناس أكتر، لأن دي مصر يا جماعة. يعني وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org